يقول أخو السائل: كيف يستثمر المسلم يوم الجمعة خصوصا في تحقيق عبودية الدعاء، وما هي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء؟ الدعاء في يوم الجمعة أو أعمال المسلم في يوم الجمعة غير صلاة الجمعة يعني ثلاثة. أولها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، ومنها قراءة سورة الكهف، ومنها الدعاء في آخر ساعة من يوم الجمعة. إن يوم الجمعة 12 ساعة، ما يوافق ذلك عبد مؤمن يدعو الله إلا استجاب له، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وهي آخر ساعة. بعض الناس يقول هي ساعة صعود الإمام إلى المنبر، لكن الحديث في ذلك فيه وفيه، وإن صححه بعض العلم ضعفه آخرون، وأما هذا الحديث فهو أقوى، وهو قول الأكثر من أهل العلم، أنه آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز الدعاء ببعض الأدعية الواردة في القرآن كما جاء ذلك على لسان نبي الله سليمان: رب هب لي من لدنك ملكا لا ينبغي؟ يجوز كل شيء إلا هذا الدعاء، لأن هذا الدعاء: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فكيف ندعو بهذا الدعاء؟ لكن لو كان دعاء آخر من الأدعية النبوية التي تجوز للنبي وغيره فهذا لا إشكال، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يتأول الأدعية في سجوده، نصوص القرآن كان يتأولها، أي يذكرها على سبيل أنها دعاء وليس على سبيل أنها قرآن، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يستحب الدعاء بعد الأذان وهل هو وقت استجابة؟ نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، فهو ليس فقط بعد الأذان بل هو مستوعب لما بين الأذان والإقامة. الأخ يقول: هل يجوز الدعاء بلفظ إن شاء الله أو إن شاء يا رب كما هو لفظ السؤال؟ نقول: لا يجوز، لأن هذا فيه تشكيك وفيه استثناء، والله لا مكره له، فأنت أدعو الله باليقين بالجزم، والله عز وجل هو المعطي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. حتى من رأى من نفسه أن أعماله ضعيفة وقليلة وضئيلة لا يستحق بها الفردوس الأعلى من الجنة، فليطبق هذا الحديث، فرحمة الله كبيرة، ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. الله عز وجل يريد منا أن نستجيب له، وأن نخضع له، وأن نذل له، لا أن نتكبر ونتجبر ونتعاظم ونستعلي. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنه لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن كأن العمل على قيمته، كما قال الله عز وجل في آية أخرى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. قال شيخ الإسلام: الباء هنا الباء السببية، ليست الباء الثمنية، فليس العمل ثمنا لدخول الجنة ولكنه سبب لدخول الجنة، كأنه جواز سفر فقط، لكن الله عز وجل يريد منا الذل والخضوع والتضرع والإقبال والإخبات وعدم التكبر والتجبر، ويلزم من ذلك ولا بد العمل والعبادة والطاعة والاستقامة لأمر الله تعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام.
هنا سؤال يقول السائل: بارك الله فيكم يا شيخ وزادكم علما إن شاء الله. أقول هذا لا يجوز. ثم السؤال بعد ذلك: طهور إن شاء الله.